هي الجدار شايفه؟ يعني هذا الخط الأخضر. الخط الأخضر بس فوتوا جوا. نسلطوا باص. باص فوق. هي. هاي شطارة. هي هاي نورس مزار عربوني. هاي كلها حوالينا. هي. هاي رابع هون. هاي رابع رابع هون رابع هون. المغير. وجا الكاموس هي المغير. هاي هون المغير. شايف المغير. هي جلبون. هي ورا. هذا رب ضعيف. احنا بجورة البغل. بجورة البغل. وخلت الضبع. سكران يا زهر سيب النوط ايه؟ من النوط طلع طلع النوط تعال شوف امسك لو اني واو ايدك شايف؟ بننزل لتحت واو استنى شو استنى لا كناوي استنى كناوي احنا ولنا انا ولنا عدتك عدتك بطلع انا وياه بطلع انا وياه تأكد بس متأكد في فوق شيء هون استنى هاي فلسطين وهاي فلسطين طبعا وهاي تحت حكم اسرائيلي وهذيك تحت حكم تحت اسرائيلي كله
الطرق اللي بتوصل من طوباس لنابلس مسكرة، يا الجدار يا منع أمني إسرائيلي، عشان هيك فتت مع الطاقم قبل بليلة عن طريق حاجز الجلمي العسكري بين الناصر وجنين. نمت بالمخيم بجنين وأجيت لهون وبلشت أمشي. سيدي بتلاقيه مرق أكيد من هون لما رجع من نابلس بعد ما أخذوه عليها بالقوة وهو هارب من العسكرية. يمكن مرق من هذا الواد والجبل أو من هذاك الجبل اللي بحده، ويمكن اتعمل بهذول الزيتونات. أنا ماشي طريقه بالعكس، بدي أرجع عن طريق سكة حديد الحجاز، يعني طريق روحت لنابلس من الجبال هي طريق رجعت سيدي منها. احنا هون بدنا نطلع هذيك البيوت اللي هناك الازرق والاخضر اللي هناك، شايف؟ ونزلنا كل الواد وهون الجدار، نروح على تلفيت على الزباب دي. حلو، هون احنا، هاي تلفيت، هاي الزباب دي من المغير لتلفيت، بدنا نروح وادي رابع وبعدين نكمل لنابلس. هلا هلا، طلعت؟ صباح الخير. شو الوضع؟ عيال تقينا بجبل نابلس يعني من الجهة الثانية. كيف حالك؟ أهلا وسهلا، تفضل. لسه بدك تعرفني على حالك. خالد شاحي. من وين حضرتك؟ من الزنقة حيفا، من التينة. طب وين تجيت لهون؟ 48. ليش؟ من اليهود. يعني أنت لاجئ؟ آه. أنا عادي عندي 50 سنة قاعد هون. طب وليش الدور فاضي؟ حابة بالمدن مترقين. لمين حكيتوا بدنا نسكن هون؟ صاحب الدار. لصاحب الدار، عمل بلد دار شيد، وطنية أغنية، رفات والدلمات. شرط إنه صاحب الملك صاحب الدار يا بتاخذ الأرضيات على النص اللي هو يستفيده أنت، يا ما فيش قاعدة. أيوة. يعني مقابل القاعدة. طيب. بالضبط، هذا اللي بتدفهمه. الموسم. نص الموسم. تستأجر على النص. إيش ضمانات؟ على النص. زي اليوم. يعني قبل 25-30 سنة بقى هون تقريبا ما يقارب 100 عيلة. لاجئين ولا مش لاجئين كلهم؟ لاجئين. كلهم. وكانوا يشتغلوا بالأرض عندهم يعني؟ على النص. بدك تروح؟ أنا بدي أروح. طيب احنا مكملين على الزباب دي. يلا نراك. يلا باي. باي. اليوم سافرنا على نابلس في جامع كبير، حطونا بهالجامع ونروح نشتغل. صباح الخير استاذ. صباحك اهلا.
كل سكة الحديد بعيدة من هنا القطار. هذا المكان هو آخر منشأة في محطة سكة الحديد، أصبح جزء من بيت. السلام عليكم. أحرجنا ربة البيت، طلبت منا عدم الدخول إلا بحضور زوجها. أخ خالد، أنا أبو إسلام الدبعي، كيف حالك؟ خطيب مسجد الأنبياء. كيف حالك أستاذ خالد؟ أهلا بك يا ليل. ما عند صلاة المغرب إحنا بنكون عندك. أهلا بالشيخ، صباح الخير، يعطيك العافية سيدي. لما كانوا يجيبوا سيرة نابلس قدامي وأنا ولد، دائما كانوا يذكروا عراقتها. اعتبرت من المدن الكبيرة وشكلت مركز تجاري واقتصادي مهم في ولاية بيروت، مدينة جميلة مليانة قصور فارهة بنتها عائلات نابلس الثرية اللي حكمت المنطقة، مثل دار عبد الهادي، آل توقان، آل النمر. وصفها مؤرخ لبناني عام 1881 بأنها الأجمل في مدن فلسطين. بنفس الفترة وصفها الأوروبيون بالجوهرة وقصورها بالعظيمة، أكبرها كان يتسع لألف جندي. أما سوقها فكتبوا أنه الأكبر والأكثر وفرة حتى من سوق لندن. هل شاف سيدي فخامة نابلس وعظمتها؟ بتخيلوا ماشي بشوارعها وماخذ من عراقتها عزة نفسه الكبيرة وأحلامه وطموحاته. تفضل. انت حضرتك من دار النمر؟ اي نعم، اغا النمر. اغا النمر، اي نعم. شو اسمه سيداه؟ سعود عبد القادر. سعود رحمة الله عليه، سنة قديش توفى؟ 1987، عاش تقريبا 100 سنة. مرحبا جدو، كيف حالك؟ هاي الصابونة. هاي الصابونة. انت نابلسي؟ احنا اصلنا من اللد وهاجرنا بال 48. سيدي الله يرحمه تغلط طبخ الصابونة، يجي هو من اللد في نابلس يطبخ صابونة ويرجع على اللد. رجعنا بعد صلاة المغرب تنصور داخل محطة القطار، آخر محطة لسيدي بعد سفرته يومين من سمخ مع العسكر. السلام عليكم. خالد وقف التصوير. وقف 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 التصوير. اللي ساكنين هون كان سيدهن ومن بعده ابوهن مدير محطة القطار بنابلس، اصلهن من المجيدة القضاء حيفا بحد الناصر. لما الصهاينة احتلوا حيفا وعطلوا السكة حاولوا يرجعوا على حيفا والصهاينة منعوهم، بقيوا هون وصاروا لاجئين ومأواهم محطة سكة الحديد. شو عملت في الجيب؟ بعرفش، أنا نمت أنا من شايفتو حطيت. فكرنا خطفوك، بطلت اسمع إيش عنك جوا أنا. يعني موقفهم رافض. ما بدهم يتصور ولا يحكوا. في جامع كبير حطونا بهالجامع ونروح نشتغل، في ساحة بنص البلد وقفونا بالساحة وقعدوا يستنوا اللي بدهم يجوا يستلمونا. في بلاد يبيعوا قطين وبيعوا جزر. نفذت لهاي ولا الصبي بيقول لي الناس عم يملص ما شافكش، بدي افوت عند هؤلاء الناس ما يقبلونيش، نقدرش هؤلاء ما يقبلونيش. اجي واحد قال لي تعال فوتني على مغارة ولا ظليت. راح العسكر قالوا لي اطلع. وقت اني طلعت من المغارة بقدر انها الساعة 8 الصبح، وانا حط
هالشمال بوجه هو كل خلاف. شو ما عمل السيدي تيهرب من العسكرية 60 كيلومتر مشي سحبة واحدة من نابلس لمرج بن عامر. أنا رجعت طريق سكت الحديد مشي اللي جابوا فيها العسكر سيدي على نابلس بعد ما مرقت محطة سمخ اللي حولوها الصهاينة كلية دراسات أرض إسرائيل محطة نابلس اللي صارت مأوى لاجئين. أول مرة سمعت عن سكة الحديد في فلسطين وبلاد الشام كانت من تسجيلات سيدي. كنت وقتها كبير بالعمر. الصهاينة أخذوا كل معلومة عن حياتنا. بالمقابل علمونا أنه قبل احتلالهم كنا متخلفين أو حتى أنصاف بشر. وأي إنجاز بحياتنا الشخصية والعامة هو بفضلهم. مرقت على بلدين وما قعدتش حتى ممكن خايف على بلد علي. أنا كنت رايح سنتها على الشام تجارة وعلي أواعي مليحة نازل من اللبس. الصفر كان صعب تشحد الناس كانت تشقلح الناس. احنا كنا بنابلس اياها اياها سكت الحديد من نابلس دير شرف. هاياها سباستيا المسعودية الحمراء خلد ابو غزال اجينا عسيلة الظهر العطارة اياها 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 احنا عند جبع اياها 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 ام الحنون ام الحنون. وقعت كنينة الماء؟ لا. صمت جبل نابلس في وجه كل الغزاة وثار على احتلال إبراهيم باشا لبلاد الشام. وبعد مجزرة نابليون الوحشية في يافا ومحاولته تكرارها في عكا بعث عيان الجبل جنودهن وبقولوا إنه بسبب بسالتهن انكسر نابليون. فليش ما صمد عيان وفلاحين الجبل بوجه الغزو الديني الأنجليكاني الصهيوني وحل الدمار فينا وفيهن؟ هل شاف سيدي حقول القطن الكثيرة خلال تجواله في أنحاء ولاية بيروت؟ أو لما هرب من العسكرية ومرق بجبال نابلس ومرج بن عامر؟ ما سمعته بذكر زراعة القطن، كنت أتمنى أسمع عنها منه. استغربت كثير لما فهمت أنه فلسطين كانت المحل الأساسي لهذه الزراعة واللي اعتمدت عليها صناعة النسيج في مرسيليا وليون من القرن الثمنتاش حتى منتصف القرن التاسع عشر، وكان قطن السهول هاي من أفضل الأنواع في فلسطين.
البيئة الناصر هي. فسيدي أكيد مرك من هون هيك، هناك تل العداس إكسال، هناك جبل القفز، اطلع كيف مشي. سوزان ورامي من مخيم جنين وبيشتغلوا معانا. رامي أهله تهجروا من حيفا ونورس، وسوزان من الكفرين، والمنطقتين اليوم ضمن دولة إسرائيل. يا حيفا. جبل كرمي. جبل كرمي. هون الكفرين؟ قديه بعيدين هون ماشي؟ تقريبا 15 كيلو امطارت، 15 كيلو متر مش أكثر. أنت من الكفرين مزبوط؟ هذا المخيم ها؟ هذا المخيم. مخيم جنين ها؟ قالوا احنا بنرجعك معنا من جنين، ولا رجعونا ولا شيء. اجى واحد خذنا بيتنا، وثاني يوم سافروا لنا على نابلس. العسكر وعدوا سيدي بعد ما رشاهن ينزلوه بمحطة جنين، بهاي المحطة. أخذوا الرشوة وضحكوا عليه. هني مش عارفين إنه صعب حدا يضحك على سيدي، بأول فرصة هرب. أنا متأكد إنه سيدي في أحلك أحلامه ما كانش متوقع إنه هاي المحطة تصير مخيم لاجئين ويخلق فيها سوزان ورامي زملائنا. ما في مجال أحكي مع أبوي؟ كيف حالك؟ أهلين بيه. أنت خلقت بنورس؟ أنا حصاوي، أبوي طلع من نورس، هو شاب سكن بحيفا، كل أخوتي الكبار ولدوا بحيفا. وشو راح يساوي بحيفا؟ كان يشتغل بسكة الحديد. شو كان يشتغل بسكة الحديد؟ فورمان. شو يعني؟ يعني مراقب. ليش تركتوا حيفا؟ طب ليش تركتوا شو اسمه نورس؟ اليهود احنا هربنا منهم، بقول يقتلوا. شو مات الصبح هي بعدك؟ لا بالعكس. صارونا اسمك؟ صارونا اسم البلد اللي خلق فيها سيدي. منين جابوا لك اياها الاسم؟ الموسوعة الفلسطينية. عن جد الموسوعة الفلسطينية؟ مين كيف يعني؟ امي وابوي كانوا عم بنقوا الاسم وما كانوش متفقين على اسم، فقرروا يطلعوا على الموسوعة الفلسطينية ولقوا اسم قرية صارونا وعجبهم الاسم كثير. نكولا مسجل الصوت تركنا، مسائل الفيلم وظروف نكولا ما توافقت، اجت محله صاروني. الو صباح الخير رامي. صباح الخير عمك يوسف. كيف حالك؟ والله الحمد لله مشتاق لك. طلعنا بالسياره من المعبر وتريحنا يوم، احنا بالمكابله هي بالضبط بالضبط قبالي يا نورس. انت عارف قديش بعيد عن نورس انت؟ هوائي 3 كيلو. رامي وسوزان ظلوا بمخيم جنين اللي ورانا، ممنوعين يكملوا المشوار معانا، هيك بدهن الإسرائيلية. الوطن اللي كان سيدي يمشي ويهرب فيه من محل لمحل، واللي المفروض يكون وطننا كلنا مع بعض، اتقسم وصغر. اليوم وين اثنينات ساكنين بسموه الضفة أو مناطق السلطة الفلسطينية أو المناطق المحتلة. التقسيم والتسميات بديت مع احتلال الصهاينة لفلسطين.